رديت لك الفولو. يعني انت كنت عامله فولو ليه وبتشتمي عليه وبتقولي مش طايقاه؟ يعني انت فانز للكروان؟ ايوه انا كنت سنوان. اه ايه ده ايه ده ايه اللي انت بتقوله ده يا هجيب زين؟ لكم رباعي. هات يا اخويا رباعي، هات يا موقوس. انا لسه وصل لي كلام انك عسل، واقسم بالله على الواتس. وات مين قال لك كده؟ آه واحدة اكيد حبيبتي، صاحبتي اكيد اكيد دي. حبيبتي وروح قلبي منار. الله، عرفت منين؟ قلبي بيحس ايوه تكبيس منار. وشين. عشان ايه الليلة تولع كده؟ النهاردة الدنيا تولع تكبيس وشير. طب هتجيبوا لنا رابع ولا انزل؟ الصلاة على النبي، تكبيس وشير. بقول تكبيس وشير. يا سينا، مش انا خلاص يا مش انا، هلعب انا هلعب انا والبنت سينا. بتهزله؟ فكلك حول ولا ايه؟ ايه يا كروان مالك؟ سلامة النظر. لا هي بنت وانا عارف. يلا يا مجانا انزلي وهنجيبك بعدين، بس اشوف الحوار ده. اوكي ايه يا زين مالك؟ اوعكم بنت بجد. يلا ما فتحتش ليه؟ يا طب زين انزلي. امال طيب فين منار؟ منار فين؟ والله ما اعرف، مش لسه عارف. بكتب لها على الواتس. صاد مانو لاقياه ولا لاقيه؟ ما مش لاقياه خالص. السعيل عامله ايه يا مو؟ مساء الخير، يا مرحبا. مساء النور. ازيك يا مجانا؟ النور. ازيك يا ازيك يا زين؟ ازيك اسماء؟ يا كروان؟ ازيك الحمد يا لله، ابني، عامله ايه؟ الحمد لله بخير والله في نعمة. شد تكبيس هوب. حبايبي، ثلاث ضغطات على وشي، ثلاث بيس ضغطات على وشمال وشي يا حبايبي قلبي. اكسب الدولة اكتسايح. كمان تكبيس يا نور تكبيس عيني. سبعة. هوب يا بيقولوا كروان. مش انا يلا بقى يا فين؟ ليلي اللي صيري له يا ليلي. معلش الاسكورة عندنا. زين، انت تجيب الفونديشن بتاعك منين؟ إيه؟ نعم، الله سمي اكبر، يا حط اسماء، فونديشن، اسمر حط عليك. كونسيلر. شايفة؟ كونسيلر؟ اه، سمي يا ده بابا. الفلتر يعني، بس لا، في الوش في بياض اوفر. هو يا حبيبتي يا سمي يا لارا، والله ما تكلمش وانا السكرتة يا اخدك بنت، عليا كهن. يا بنتي بقول تبان. اخدك بقى. ايه والله بنت يا استاذه محن، لو مش هتحسني ما كنت سالتش. محن اتظبط. يلا، بدل ما اجي احط لك ايدي المقشه في بقك، اتظبط ده انا اجي احط اتظبط لك ايدي يالا، المقشه اتظبط وفحت، يالا، والراجل اللي اتظبط بيبيع يالا. المقشه مش هحطها لك في بقك بقى، قرار ده انا اشيلك كده بنت واحطك يا على بنت. المقشه ما تدلوش نفسها. الاشكال دي، يا مش ناقصه سادة شبهات. الاشكال ايه يا مرا؟ يا شغل اللي امك شغله، ابوكي مش لاقي شغل. يا بنت من المرا مش بتتحايل الاحبه دي؟ ازاي؟ انت بتتحايل على ايه يا بنت؟ فيها زين ايه يا بنت؟ نصلي على النبي. فيها يا مؤ عليه افضل الصلاه والسلام. ماله ده؟ انا يا بقول بنت؟ لي حيه بنت. الكلمه دي عيب. الكلمه انت بتقولي لها يا واد حيه بنت. استني نكبهم معانا ولا هي بنت؟ لا، ما تجيبش الاشكال دي. ماشي يلا اللي بينام على بطنه ده ما يلعبش بنت. معايا. يا بنت بنت، مين ده اللي بنت؟ اقسم بالله بنت زين، بنت، بس انت ايش عارف؟ متحوله الواد. لا، المفروض العكس على فكرة. لا، عشان هي ترند سهلة. بقول لك عليه، اصل عندها الامكانيات عاليه، فاهمه؟ قلب اخوك. ها، لا، هو واحد، هو في الأساس المفروض دقة، المفروض ما هو فاهمين كبسه يا بيقول جدعان. وقت ومسمي نفسه سن، بس عامه انا مش عارف، واقسم بالله والمصحف انا ما عارف. بس طيب مش شفت انت؟ طب ما تعورش اللعب معاه، انت حر، ما تطورش لعبة معاه. الله 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 الله، احسن تستحيل. في ناس بتقتلها على الواتس، احسن تستحيل اسماء. يعني احسن تستاهل اسماء. كويس انها شتمتها. العنود يا حب حبي، مين تسلميلي. اللي قال لكم؟
ما نحرمش. استنى كمان نعم شد يا ماما. ليه شد على الصحور؟ القفاص. يلا حطي حب فاكهة حب حب يا حبي عنود. إن شاء الله ما نحرم شد في شد بيتها. كل سنة وتخبيص وانت طيبة سارة. ويلكم. عطابل عطابل 15 وردة يكحسوا هوب هوب ورد. انا مش هقول لهم ابعتوا ورد، بس هو هيتبعت لوحده هوب يا بعد الدنيا. ما نحرمش. بص ورد ده كده دبل ورد دبل، ده عاش بيكتمل بورد وبعدين بيفتح، بتبقى الهديه في اتنين، ما بتحسبش في الدعم بس بتحسب في السكور في الجوله اكسب بيه، انما ما بتحسبش في الدعم، بتحسب في الدعم اللي هو اللايف كده يعلى الهديه يا في جماعة. اتنين. الشرب انا معانا بفهم ناس بس موجوده في فين؟ اللايف، فين ما الشربة؟ لسه جديده في اللايفات لو موجودين يعني. يا مرعي كنت منور حب حب يا ناس فديتكم سراب يا حب. بعد الجد. لا 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 والله لا لا يا شرب رامي شرب وتخبيص يا لهوي يا تماما لهوي. وقفش شروتك بس كمان شد ما نقفش. تسلم ايدك تسلم ايدك كمان ما نقفش. ده ده رحال صح؟ ده رحال صح؟ يا مرحبا بابا. بص الدعم الاول يا كروان، يا مرحبا. بص الدعم الاول. الله يسعد قلبك فنان الله يبارك له رامز والله. امير اكيد عارفه يا ابني. انت مين؟ انت معلش مش واخد بالي. ولا ممثل واخد بالي فنان ممثل صح؟ رامز ممثل امير. مصري. انت ازاي مش عارفه؟ هو لو شاف اهو على راسي على لا راسي قلب اخوه. لا ممثلين مش عارفه اخواتنا وحبايبنا الفنانين الكبار. الله يجبر خاطرك. الله يسعدك ميرسي والله، ده شرف ليا اصلا ان انت تشارك في الجو، واول هديه منه يعني، اول هديه في تيك توك تكون ليا كبيره والله كبيره. لا كمان وضرب على شد الدبل كمان. طبعا شد الشر وتكبيس. بص هو بقى ليه لك ممثل 17. طب يفتح للفاتحة اسماء؟ لا لا والله فتح لايف 3 مرات بس كده، اللي هو بيتكلم مع ناس بيوريهم الصقر، بيتكلم في اطارات الصقور والطيور وكده، مش بتاع تشد وكبسه ولا جولات ولا بيطلع جولات اصلا، بيقعد كده لوحده مع الصقر بتاعه وعنده حيوانات مفترسة بيوريها للناس. ما انا الكلمة يا بنت بتحسر ما تقولهاش. ايه ايه كلمة ايه؟ حيوانات مش عارف ايه. لا عارف. الأسد والصقر والحاجات دي وكده. خلي بالك من اللايفك. الله يحفظك ويسعدك. ربنا يستر عليك، شكرا تستحلي كل خير والله. والله شكرا. أنا في اللايف، أنا في اللايف، أنا في اللايف. هم قالوا لك عشان في اللايف يعني. يا ربي. كمان شيت حب حب. قلت لها على الكلمة والكلمة كانت لها انت حاجات فعلا. حول الله يا رب. يا رشروش يا ساعة مبعت لك، وين رايحة؟ مش رايحة، قاعدة. طب أمال ببعت لك ما بتقبليش ليه؟ كنت باكل يا عين أخوك. الله 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 بقيت أخويا. ماشي يا قلبي يلا. مين اللي معورك في وشك؟ والله العظيم ما نسيت، اشتريت حمام فالعشة اتفكفكت كلها، واقسم بالله واقسم بالله العشة بتاعت الحمام اتفكفكت كلها. وطارت الحمام وما كلتش الحمام. ايه؟ وطار الحمام وما كلتش حمام. لا لا العشة انا كنت شراعة كتير.
يعني اكلت حمام النهارده؟ لا ما كنتش حمام، ما احبوش اصلا. ما رايح العشاء ليه؟ بشتيل انا شفتني انا فشي كمان شلت الشرو تكبيس، ما العش عشان هجيب حمام اليومين اللي جايين. هوب تكبيس هوب هنجيبك. خش مع بطران وسارة، نجيب بطران وسارة مفيش مشكلة. لعبت مع نخلص بطران قبل كده؟ ايه؟ لعبت مع بطران قبل كده؟ اه ده حبيبي بطران. اه ده عسل. حب اسمها عشة يا راجل يا خوي، اسمها عشة اللي بتصفي حبيبي يا بابا. حب حب ورد، اللي يبعت وردة هضيفه اللي يبعت وردة هضيفه. كمان. شد شرب تكبير جماعة نشد شرب التكبيس، واللي هيبعت وردة هضيفه. أحا وردة أسرع. حب حب لا 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 أحا يا ام عمر يا قلبي، يا ام عمر يا قلبي يا قلبي يا قلبي. الكولا تي تخص بعد اسك، الكولا تي تخص يا ام عمر وبراحتك بقى. اهو كلها ومعايا مفتاحها. الله 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 الله، ام عمر الكولا تخص مش تبعتي ورد، براحتك. ايه ده انت مش ام عمر، مش ام عمر وعامل لها فولو؟ ابقى ام عمر. مش ام عمر، لا انا شلت الفولو. ام عمر مستواها 2، انت في ايه؟ فين عمر يا ام عمر؟ قولوا له يبقى افتح كولاد. بس عمدا انت مش ام عمر. فين عمر؟ بس عامة انت مش ام عمر. كمان شد شرم التكفيس. آخ الحمد لله. طب يا فرح جماعة مش معقول يعني كروان يفوز علي. كمان شرم التكفيس. أنا مش عارف، عاوز أعرف يا كمان أمين أم عمر ولا لأ؟ آه جبت لي آه مستوى 20. آه أيوة كمان كله يا عمر يا حبيب قلبي يا عمر، والقرآن وحشني. ولا ايه؟ تحبني؟ ايوه طبعا يا رشروش، امال اختي خاليه كبيره. طول ما خطبت في اللايف بمنع الكلام. خش نجيبك. بدي اصلي حاطه اللحمه على النار انا. زين فين زين؟ كمان شد مين اللي تاكل فيها كمان؟ ارحب باللي تاكل. انت توثقتي يا رشوش ما شاء الله. ايوه الحمد لله. بقول لك ثواني بس، ثواني عاوز اشوف خالتي. بنورك يا قلب اخوك. مين انت والنبي عشان مش واخد بالي من اسمك؟ دي حالة دي اكيد. واقسم بالله طالما بعد تبص حالة اكيد يعني عمت حالة ولا لا لا لا. كفو منك يا حالة، قلب اخوك اقسم بالله. حب حب قلبي يا حالة اقسم بالله. حبيبتي يا حالة كفو منك. أحي قلب أخوك أقسم بالله. بطران بيبعت لك نكيب بطران يا رشروش.
أنا كيف بطرون؟ أول حكم يا رشروش، ايوه هو فين بطرانيا كمان؟ أنتوا بتسوحونا هنا؟ فين فين زين؟ بطرون؟ زين إيه؟ زين زين الزين. عاوزة سن تعملي بيه أحسن يعملك ايه؟ بص صلي على النبي، صلي على النبي، هتجيب لي واحدة، هتجيب لي واحدة هربانة من البلد وراحة تدق وراحة لما فلوس الداعمين يجي يدعموها في اللايفات. يا قلب أخوك عيب عليكي، أختي العشق. أنت القلب عيب عليكي؟ لا لا مفيش الكلام ده. اسماعيل جه عندك؟ اعتستك يا بنتي خلاص، الفيلم موتوع. خلطت من عجلت انت وهي يا بنتي، الفيلم موتوع. انا مالي؟ يبقى تسكت ما تتكلمش. وانا ما اعرفش، اقسم بالله حقك عليا. صلي على النبي يا بنت. في ايه يا بنت؟ في شو صار؟ ايوه كل واحد بس يقتله والزمن عرف له ولا ايه؟ يا بنت انت يا بنت خلاص اسكت بقى ما تصدعنيش. انت خلي بالك جدعه وركوله، عيب اللي بتقولي عليها. تتصدع يا يا ابني ما تضحكنيش. جدعه وركوله. لا يا قلبي كفايه وكوتك. في ايه؟ يلا انا هاخد البنت اعملي لي فولو هنا. عملت لك؟ لا خليك خليك يا بيت فيها، تنسلي ليه؟ ايوه سلام عليكم. كمان شد شر وتكبيس. والله يا ليل النهارده لا يبقى يوم دمار قبل ما انام. اتقال على اللي هعمله، لا التاريخ الاسود كله بتاعها لا يطلع، ده انا معايا حاجات مش مع حد. هزقتك يعني وثبتك وضايقتك؟ مين؟ معاش ولا كان. يعني اللي انت يقول لي الفيلم بيم موضوع يا بنت ده، انا اللي وخليك. يقول لي بيم اقول له ضربة الدم على قلبك وقلب اللي جايبينك. طب خلاص اهدي عشان اللي في بطنك. بعرف جذورها، ده انا اعرف تاريخها الازرق لما كانت. ما بلاش اتكلم دلوقتي، بلاش. ما بلاش اللون ده معانا، اخواتي ما تكبس بلاش الشد قوي تكبس بقى. ويانا، ولا احنا عشان بنحبك تشتري وتبيع في هوانا. ما بس روش بلاش فطرتي؟ اللون. نعم فطرتي ايه؟ شو الفطار؟ رز بازاليا. صح، هنا صح وهنا. مالك يا ولية يا قرشانة؟ أحا يا بنت هو انت ما عداش عليك رمضان؟ ايه رشروش؟ ايه رشروش؟ انت ما عداش عليك؟ قال لك ازيك؟ والله يقلك زيك يا وكل عمر حاجة. وحش يا عمر بأفضح يا عيل. أهو أهو لا أهو. أنت كلمة محترمة بالنسبة لكم، كلمة محترمة. أهو ويلكم باك. أهو قال يا علق. يا أختي ما بيقولش أنا. فاهمة كلمة محترمة؟ محترمة مين يا أبو محترمة؟ اديله اديله. كمان شد شروي تكبيس. تماما وقفت. بس زين شد شروي تكبيس. حلو زين ايه؟ انتي بتديني طاقة إيجابية لا مثيل اقسم لها. بالله مكتوب البنات عندي بيحبوك. زين عسل حبيبي يا عيني. حبايبي صح 17 وردة مالهمش لازمة. انا 17 وردة متعزز مالهمش لازمة يا سواء حبايب ورد قلبي. سماع ورد ورد يا حب. برعين. اللي هيبعت ورد هتشوفه. ورد يا حبايب قلبي. ورد 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 يا يا نور مناشف. عيني. ورد 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 يا يا نور روح. عيني. ورد يا كبدي. ورد ما تشير يا وليه. ورد 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 يا ورد يا حبايبي بسرعة يا حبايبي. ورد سبع ورود يا حبايبي. الاساطير عندنا في اللايف اخويا منور الدنيا كلها اقسم بالله. والله راح الضبط جماعة حب الملك عندي.
يا زين راح الدبل يا يا أطالع زين. عشي، أقسم بالله لو وحشني. اي عن بين جد، الأسعار بص واحد كتب عندي الأسعار ارموا المقتنعة لو زين طلعت بدل الورد. بالفلوس عم البرنامج يا كله راح وعدي ثانك فوق يو قلبك، أقسم بالله يا حالة بيحبوك وانا جماعة كله بحبك. انتم حالة قلبي، أقسم بالله جماعة الشروي تكبس انا وقفش هوب تمام انا وقفش. مش تعرفونا على استاذ عمر؟ عمر بياكل مش فاضي. ايوه انت مصري؟ بياكلوا كاتبه اقسم بالله مصري؟ اخويا اخويا العالمي اه انكسروا ايوه اللايفات ايوه بامي من سينا؟ نعم شكرا يا استاذ ايمن. اه شوف كيف عرفتك منين، من فين؟ من سينا. من الشمال والله من نعم، من العريش. لا قبل العريش بشوي. يا ست انت مش مصري اصلا، انت بتصدق اي حاجه؟ والله مصري والله والله مصري يا مجنون، وقاعد في الشيخ زايد في القاهره. حبيبي يا عمر كمان شيء تضحك على ايه يا بيت؟ اسال يا عمر بيقول له مصري يا مجنون وقاعد في الشيخ زايد. كمان شفت شروتك ده طويل قوي كل دي. اه ايه صداع ولا ايه؟ لا اتذكرتك بس كنت لابس كاجوال. ايوه انت عارفه مين عمر دايره؟ مصري ولا مش لا. مصري؟ مصري لا كمان شفت شروتك في الصف. اه هذيك اليومات كنت قاعده تطبخي مش عارف تعملي ايه. تمام كل يوم كل يوم جمو هب هب يقبرني 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 شيخ الجبل يا اختي. هب هب ما نقفش خسرنا هب الكون. هب يا شيخ ليش حسسته عمر شيخ الجبل هيك؟ قولي لي بيخفلنا كده قال لي يا حلال. مسك موبايله واجى دعم. كفو انك ما تكتب تبعتيش شيخ الجبل، ممكن تكتب نقطة من جولتين الرباع من جولتين. كفو والله ممكن تكتب العظيم نقطة. طب الطيارة يعني المفروض كنت كده يا قلب اخوك. كفو منك اقسم بالله العشق وربنا. يا عمر يا شيخ شكرا يا شيخ الجبل. انت ولا اللي اسمك عمر انت؟ انا عملت لك فولو على الانستجرام عشان اشوف بروفايلك، لقيتك عامل البروفايل حرام والله العظيم. الحكم الاول منك ليها، هم خفلونا حبايبي. لا يا روحي من جولتين يا عنيا يخشى عليك اساسها كتير ضامن الفوز. كمان شد شروتك بيز شيخ الجبل. ارحب يا روحي اتترك ارحب يا روحي يا شيخ ارحب الجبل يا معالي الوزير ارحب يا تاج راس تيك توك ارحب 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 حيك حي حيك يا نور عيني. مين حيك يا روحي حيك يا وريني يا روحي مرة هتشتغل ازاي وايه اللي هيحصل؟ يا اديله نور يا ابني في عين قلوبك يا عيني. شو قلت لكم كده اليوم؟ كده اليوم لبن بالنسبة لي بقى، كده اليوم اتعدل بقى، كده مزاجي رايق اختي، كده مزاجي رايق. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذا لسه كده ما مزاجي نزل لك رايق يا نور عيني. صحة وعافية يا عمر على قلبي. ده دخلته بسكري يا حبيبة قلبي. فين؟ ما شفناش. رحبي يا بنت منك ليه بالوزير يا بنت؟ شباب رحبي يا مرة كلنا وزير وقلوب حمرا يا بنت، كلنا يا بنت كلنا شاور البث كلنا كلنا ورد كلنا ايد واحدة. نجيب يلا الورد، نجيب الورد 10 وردات عشان شو؟ كمان شد الشروي يا رب 10 ورود اللي يبعت وردة حتيف كان عنده ورد في اللايف النهارده. والله ورد يا بنات انا ورد. 10 ورود 5 من عند كروان وخمسة من عند 5 ورود من عند كروان وخمسة. يا نور عيني يا نور عيني وردتين يا نسوان. كمان شد الوزير وبس والباقي كله خف. خلينا نشوف الوزير شو بده يعمل. لا هيعمل اب اب يا روحي امي اوعي تيجي جماعة معايا الدبل. الو ايه دبل ايه كل دبل وانت طيبة
كل دبل وانت طيبه، كل سنه طيبه يا نور عيني. انت تسعد يومي وانت تسعد يوم جن امي. تمام. شرب روح قلبي يا روحي. هاب 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 يا شيخ الجبل، هاب هاب. عفو منك والله. هاب هاب يا روحي، هاب هاب، هاب هاب يا روحي. يا شيخ الجبل، الله اكبر، لا اله الا الله، الحمد لله يا اختي، منك ليها واخيرا الفرحه تدخل القلب. الله اكبر، الله اكبر، هي دخلت قلبك بس. يسعدك ربي والله، حب كبير يا شيخ الجبل، حب كبير يا اخويا، ما تعرفش حصل فينا ايه وعملت لنا ايه يا ابويا. راح الفكره حبايبي، كفايه بر اتجننت. فكره انت راح، فكره كفايه 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 اللي معاه كفايه. يلا ورجينا الوزير بتاعك يا اختي. كفايه يا نور عيني. انت يا راجل يا لطف الكروان، انت خلي حد يرمي قفاص من عندك. اها كمان قفاص شت. الله يسعدك يا شيخ، شكرا. انا بخوك اقسم بالله اللي رميت كفاش. عنده عنده امل، عنده امل. ابوت الاسكور الكبير ده. يلا ادينا بصين. الله يسعدكم، شكرا شكرا شكرا. كمان شد شروتك بيس. والله شكرا، اي لاف يو بيبيز، حبيباتي انتو. شكرا، بديت بناتي والله، بديت الشباب اللي عندي، مع احلاكم. بس حلوة يا بنت يا سمو، استوانا مرته 50,000 حلو. هو فين هذا القفاز؟ خد يا رشوش في وشك. عمر ساكت ليه؟ خدي تاني. شو الحكم؟ الحكم جماعة اللف واحد هوب لشد شروة تكبيس. مرحبا. مالك يا اختي، مالك يا اختي، مالك يا اختي، مالك يا موكوسة. كمان تكبيس. يلا رد. انا احكمك يا حق رشروش. لا تخلص الجولة واشوف كلمة وين بعدين بحكم. بس لو انا اتسحب على ايه يا كمان، هي اللي كسبانة اصلا. انا عارف. احنا نلعب سسبنس، عارف، نلعب بالاعصاب. يلا شكرا يا شيخ الجبل، الله يسعد روحك ويجبر خاطرك، وما قصرت، فرحة هيك وبهجة وابتهاج تكون مملية قلبك يا بنت. قفالة من دولتين اخراس الحكم الاول. عمر انت ليش مو معنا؟ مو علي انا رشروش ولا عليها. شو اكلت هيك سطلت بعد الاكل؟ لا ما صار يا ربي يا ثاني، لسه متقهوة، تقهوة ثاني. صحة ومتعافية على قلبك. قول رقميهم الاثنين يلا. والله العظيم يا حركه في منك، الله يسعدك. انت اللي جبت السكور فحكميهم الاثنين عادي، سكوري وسكورك واحد، فريق واحد يا. شكرا يا ام عمر. لا لا ابد، اللي حيشرح تشوف. يلا احكميهم يلا. انتوا شو تبع الحكم الاول؟ زين عملت ازياء. طب انا مش في يعني الاوضه صغننه، ما انا ماليش فيه. سكور عالي احترمه. مش عارف مش ايه سكور عالي واحترمه. طب ماشي قولي ثلاث احكام. طب الاثنين ها ايه ايه يعني انتوا الاثنين الاحكام تطبق عليكم، عرض ازياء. طب قولي حكم تاني. لا 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 ما فيش الكلام ده، والاخ اللي تحت ايه مالوش كلمه ولا ايه يا ماما؟ هو طلب مني احكم الاثنين، السكور قال عندي. ليه كده يا عمر وعمر؟ اقول اخويا العيش ليه؟ اسكت. الحكم الثاني
تجيبوا ازازة مية وتشربوها كده ايديكوا فوق. الحكم الحكم التالي. الحكم بقول لك التالت. فين الطل لما كنا بنلعب سوا مش كنت كسبك؟ لا لا شفت الولد سمعت التن كاوش. لا ها؟ لا والله العظيم انا برضه احكم عليك وحياة عيالك. وحياة عيالي. وحياة عيالي. الحكم التالت تردحوا البعض. فيها ايه؟ لا ده كله بيقول عليه واد. هو شكله بلش من عنده كروان على فكرة. طب ايه اردح لك ولا اشرب؟ لا اشربي. وانت شو؟ لازم اتعلم الاداء انجليزي مش هينفع عربي خلاص. طب يلا ابدأوا جوا. يلا نفذ حكم كروان. يلا نفسي نفسي انت نفس. وكله يا ماما بتقول لك على ايد واحدة اشرب. ادخل مع ابو شهاب. ماشي يا دليل. وانت مالك ما تنفذ انت. قلب الملوك عندنا. ايدك فوق يا رشروش. ايه شباب يا عمر؟ انا بروح بروح لابو شاهين بعد. ماشي يا حبيبي ماشي. جماعة الشروي التكبيس فين؟ يا مرحبا نرجع نلعب مع بعض بإذن الله. سلام شكرا لك. سلام يا شكرا يا سلام عمر. يا شكرا يا حبيبي. عمر حبيبي. السلام عليكم. سلام. هو الشروي تكبيس فين؟ اقفش كمان حد بقى من عندي. نفذ الحكم منك ليه؟ جيبي بطران. بطران مين يا اختي؟ بطران وزين. احا انا نفسي اتخانق معاه. بطران بحب. يا بنت انت فيها يا بنت انت يا بنت بنت لما تبتك يا مش انت يا رشروش. بحسب انا عمال اخزن لك وهتلاقيني انفجرت فيك مرة واحدة. والله نسيبك انك يعني انت عارف. لا انت بتكسلني. لا 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 بيكلم حد عندنا في الكومنت. انا لا لا كومنت كومنت عنده. لا 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 ايوه انت ليه؟ هاي يا عم. هي سارة يا كروان عامل ايه؟ يا اختي الدنيا رمضان يا اختي ما تقفلي الاغاني. لا خوف من ربنا ولا خوف من شهره ولا اي حاجة. لا اله الا الله. مالك يا رشروس في ايه؟ ايه ده يا اختي؟ ما فيش حرمة للشهر ولا ايه؟ ده في المغرب بيسموه سيدنا شهر رمضان. ايه ده؟ ما يخصكيش. يخصني ازيك؟ ما يخصكيش. ازيك ليه يا ما طارق عامله يخصنيش؟ ايه؟ لا الحركات دي حبيبتي ما بتفرق معايا صراحه. ما ساره بردش عليها واحنا في مالك شهر يا اخت؟ مالك يا اخت؟ كريم بدا لازم تعملي بذكرك كده. الاغاني اهون. الشهر كريم يا اختي لازم ايوه تحترميه. فهمتي قلتي لي اللي انت عملتيه ده ايه دلوقتي صراحه غريبه. شهر عادي في شيء معلق في عندك حاجه هنا؟ عندها اللحمية. عندها اللحمية. عندها اللحمية. انا حسيت يعني ما بتعرفش تسيطر. انت من فين يا مسارة؟ يا كمان احنا عاوزين نجيب منين؟ بطران يلعب. اهلا مصرية انت؟ مصرية سورية. عاوزين نجيب بطران. بطران مين والناس نايمين؟ لا بطران وزين. لا زين هو انت مش كنت اسمك مانجو؟ لا لا مانجو حد تاني. مانجو بيرقص حواجبه. مانجو بيرقص حواجبه. الحمد لله. كمان شل. لا هداك مانجو. طب يلا هتلعبوا ولا ايه؟ صارت يا حبيبتي اختي. حبيبي يا كروان والله انت اللي حبيب قلبي. انت حبيب قلبي والله. تعرفوا بعض ازاي بقى يا كروان؟ شخصية محترمة سارة. انا بحبه جدا يا جماعة. والله والنعم فيكي سارة. ان شاء الله انا بمزح معاك بس انه بيعمل. انا عارفة حبيبة قلبي عملتلك فولو. حبايبي كلنا تكبيس. استاذ ايمن يلي منور في الشباك جنب ليلي فوق ايه؟ ما فيش اي دفاع منك ولا حاجه. اصدقائي التكبيس شو يعني؟ حبايبي كلنا ثلاث ضربات من عندي. يلا كلنا ايدينا على صابعنا على الشاشه يا روح. مع نفسك. شغاله ايه يا فوره؟ شغاله ايه؟ مع نفسك. لا مش بتكلم انا شغاله ايه على اللايف يعني مش بحب اقول عن حياتي الشخصيه. شغاله شغلانه يعني في جامعه عشان انت كده مخربطه.
بتقول له ايه يا كروان؟ بقول لك شغالة في جهة حكومية يعني. انا مخابرات، ده انا مخابرات المخابرات. كمان شد الشروي تكبيس. بس اكيد يا رشوش شغاله شغاله شغلانه حلوه يعني بتجيب فلوس 100%. اكيد ما راح تحكي عنها عشان العين. لا مش عشان العين، عشان يعني مش عايزه ادخل تفاصيل مش اكتر. ما شاء الله حرف باين. بتشتغلي ايه بقى يا رشروش؟ رقاصه موال. لا لا بتضحك. باين باين. ما هو الرقص عيب ولا مش عيب؟ لا في مش عبده قدوة فن بعشق اللي جابوكي فن زي بقيتي. شوفي اللي جابوكي بعشقهم. كمان الواقف وقع كمان. هو الرقص عيب يا اخواتي ولا ايه؟ لا طبعا ده فن. من الف شكرا. سرتي عسل اقسم بالله. حبيب قلبي انت. وربنا بتاخد السيبون على قد عقله. لازم لازم تاخد السيبون فعلا على قد عقله. اه والله هي شغلتها. يوه 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 هي كده شغلتها يعني شغاله في حاجه. فين يا زين؟ انت قاعد فين؟ في مصر؟ لا قاعد في الكويت. يعني ايه بتاخد الزبون على قد عقل؟ كمان 18 ورقه. هو معلش عايز اسالك على حاجه. هو انت اتفضلي اتفضلي. انت فين يا جماعه؟ ايه يا فاروق؟ ميك اب؟ لا يا روحي. ارحب يا استاذ ايمن. ارحب يا استاذ ايمن. ايوه كده يا استاذ ايمن. عامل ايه يا استاذ ايمن؟ وشك ولا وش القمر يا جماعه؟ ورد 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 برضه. ما فهمتش. بيقول لك بتاخد الزبون على قد عقله. يعني ايه شغلها كلها؟ يعني الزباين دي نوعها ايه؟ ورد يا حبايبي ورد. الزباين اللي كده فاهم؟ اللي ايوه اللي كده ايه؟ اللي كده حقيقي. ايوه ايوه ايه اللي كده؟ اللي الزباين اللي كده دول بيستخدموا واقي شمس ولا من غير واقي شمس؟ خلي بالكم يا كمان صرم والنبي يا رشروش ما تحبش الضحك. لا والله بحب الضحك والهزار بس ما بحبش الـ 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 الاستظراف. يعني استظراف الاوفر. في ناس كده بتبقى فاكره ان هي دمها خفيف يا كروان وما دمهم يلطش. لا رشوش عسل. صلى على النبي. انتي واضح لانك لا لا مش قصدي على رشوش. والله مش قصدي على رشوش. بتكلم ان جنرال. قصدك على السنه يعني؟ زين قصدي قدامك واقف يا زين. لا والله زين دمه مش واقف. تقصدنا تقصدنا يا زين. تقصدين انا بقى خدت سطوه بقى. لا يا حبيبي مش انت طبعا. لا مش فاهمه. صح صح. أول مرة أشوف حدا بيجلد حاله. معلش يا حبيبتي. بس أنا عارفة إسلامي. بس يا سارة والله العظيم يعني أنتِ بسم الله ما شاء الله الله أكبر يعني. ارحبي يا لولا. برضه يا سارة بجد بجد يعني البنات عندي في اللايف يعني أنتِ شغالة مثلا يعني فاتحة حاجة بزنس محل ما يخصك ما يخصكش ما يخصكش. يعني ما يخصكش تسألني. خليك في لا ما لا انا كده ما سألتكش. لا اسألي يا روحي براحتك. قلب اخوكي كمان شد سر التكريس. بفتح هنا عشان محظور من التاني. حبيبتي انت لازم تتحذر طبعا. لازم تتحذر. ليه بقى كده بقى؟ والله حبيبي يا بابا. ايه انت عايش في الكويت بجد؟ اي كويت بقى؟ ايه اي كويت؟ من شمالك. ماشي براحتك. شفت انا ذوق ازاي؟ لكن انت مصر يعني انت فاتحه حاجه عماله تسال وتعيد وتزيد. شفت انا اول ما قلت لي انت مالك سكت. عشان انت بسم الله ما شاء الله صرفه على وشك جامد. فالشغلانه اللي بتيجي دي تلاقيها بتجيب لك فلوس ياما. الايه معلش؟ انت صرفه على وشك ياما. يعني وشك كله ابر الله اكبر يعني صرفه. زي وشك بالظبط. اغرفي. زي وشك. ده انت شفايفك مخاف من بعض يا مرة. خلاص يا ياسين. والله شفتك اللي فوق عامله زي نفق عبود والشفه اللي تحت عامله زي نفق 45. ايوه ده دي النفقات اللي بياخدوك تحتيها صح؟ اخرافي ده النفق ده اللي بيخش. ده انت يا مرة جراش يا مرة. دي النفقات دي النفقات اللي بياخدوك تحتيها اكيد. اقفلي بقك 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 ريحته كله لبن. اقفلي بقك. ياه اقفلي بقك
خلاص انا يا ما بردش على اشكال، صراحة انا ما ما بردش، تعرفيش تردي، انا ما بردش يا زين صراحة على ما اشكال. تعرفيش تردي فعلا. قلب منورانا على عشان ما عرفش. بص بيقول لك انا يا عصو دقه لا تصرخ خنزير، بيقول لك لا تصرخ خنزير في الوحل. انا ما بصرخش خنازير، خنازير ما بصرخش. يا مرة بقول بسيب الخنازير جذب يا مرة مع بعض. اوت يا مرة خنازير. اصل انا وانت يا رشوش خنازير. يا بنتي اسكتي، عيب صراحة محترم. شفت المرة خنازير بسيبهم مع بعض. شفت المرة الشغل يقعدوا يلتوا ويعجبوا صراحة. شفت قصدها علينا انا وانت؟ شفت ما بردش عليهم صراحه. لا لا مش قصدها عليك يا رشروش البت، تبي تشوفي شفتي؟ شفتي عشان احنا في الجلسه سوا يعني. اه لا بس انت موجود، انت بسم الله ما شاء الله انت موجود وانا اتكلم. احا يعني انا هرد على واحده شايف الاخلاق يا كروان؟ تعرفي هي دي الاخلاق. انا تعودت، انا تعودت على اصل التربيه. بس الله يخليك ورا يا مش شايف اوكسجين. انا تعودت اي واحده، اي واحده يا كروان يا حبيب قلبي ما تعتذرش خارجه من البيت. انت على راسي. انا تعودت اي واحده خارجه من البيت عارف خارجه من البيت ما ردش عليها بشكل. انا ما بردش عليها الاشكال دي يا حبيبتي. ردت المايه في دورك انت واللي جايبك اسمعي دي 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 تربيتها، دي تربيتها ودي تربيتهم مرة 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 ودي اخلاقهم. صراحة انا ما بردش مع نفسهم. انا صراحة الكلام ده، الكلام ده اتقال ده كله ولا كأنه هوا. اسكتي يخرب بيتك، سد لبسك يا لبسك واسمعها. هوا 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 مش عارفه انت محبوب. هدي هدي هدي، عمال تجيب الغلط على نفسك. هدي خليك هادي. غلط ايه يا مرة؟ ده انت الغلط بنفسه قاعد معانا. هدي يا هدي يا هدي يا صلى على النبي. يا عم تتهزق وبدها تلعب غريب. لا هي انت فليت يا سارة؟ سارة انت فليت؟ انا اللي بعت مشحية يا رشروش. هي وافقت مفوت انا لو مكانها بنزل. يعني هي حابة تسمع من لا انا مش زيك، انا مش زيك انت. اشكال ما تعرفيش تبقي زيها يا مرة. انا ما بنزلش. ما تعرفيش تبقي زيها، ده كعب رجلها. طول ما انا صح، طول ما انا صح ومحترمة ما بنزلش. انت فعلا صح. ضعيف اللي زيكو هو اللي بينزل. لا انت مش صح، انت قف قح وبتاخديه صح. يا اختي شو الاكسب ده بدي اطلع فيه وانا عم بتهزق؟ اخلاقك يا زين، اخلاقك. شو انا بدي اكسب بلور؟ اي اكسب بلور وانا بدي اتهزق؟ طول بالكم. انا ما بردش، علي افضل الصلاه والسلام. رشروش هو انت؟ لا 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 لا، هو انت عايزه تردي؟ لا يا سارة انت ما انا لما رد انت ما تعرفيش ترد. انا لما رد اقول لك حاجه، اول حاجه عليك انا لما ارد عليك يبقى بقلل من نفسي، بقلل من نفسي مع واحد زيك. صراحه انا لما ارد على واحد شبهك باخلاقك بلبسك ده صراحه بقلل من صراحه. انت اصلا مش شايف 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 القرف ده اخلاقه. عيب المهم يا سيدي. انت يا بنت، انت يا بنت دي اخلاق. ولا 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 خد ميوت دلوقتي كده. المهم بتاخديه بواقي شمس ولا ولا تراتش تنسل، ولا تراتش تنسل براحتهم بقى. رشوش قلبانه.